خليني انتقل للسيد، تفضل سيد الاسدي، تفضل لك الحق تتكلم. يعني شنو اكو سؤال محدد لو تفضل مداخلاتك على كلامنا. يعني هو بالحقيقه اولا احنا ناسف لانسحاب الاخ اياد، ان شاء الله في لقاءات اخرى يستمر في الحوارات. اكو نقطتين مهمه اريد اشير لهن. انا من الناس اللي يرفض بشكل كبير حقيقه ذهاب القوى السياسيه الى التنابز والتشاتم عبر الفضائيات، هذا امر غير صحيح ويعطي رسائل غير طيبه. الو تفضل استاذ. لا، خلي احنا داخل. بس نعطيك بس دقيقه تفضل سيد بس خلي. الو الصوت ده يصير عندي بصراحه يرد. نعم اللي أرد أقوله أنه هذا أمر مؤسف حقيقة، وبدنا أنه عملية الانتخابات هذه إذا أردنا لها أجواء هادئة تكون هم حواراتنا هادئة، هم عملية ردودنا هادئة، وهم توزيع نقلل من توزيع التهم والتجاذبات. ألو نعم تفضل سيد تفضل. نعم الأمر اللي يحتاج الجمهور العراقي فعلا أن يشهد عملية انتخابية أكثر اتزانا، وهذا ما ينبغي أن نحرص عليه جميعا. النقطة الأخرى اللي أريد أشير لها وأعتقدها مهمة وينبغي أن يلتفت لها الجميع، إحنا جايين نخوض عملية انتخابية على خلفية مجموعة أحداث وأزمات ومشاكل نعم. كبيرة. واحدة من هذه الأزمات أن الناس تعاني معاناة حقيقية من الوضع الاقتصادي نعم. خصوصا بعد رفع الحكومة وتأييد بعض القوى السياسية بالبرلمان لقضية سعر الدولار، خصوصا بعد الأزمة الكهربائية الحادة اللي صارت أخيرا، خصوصا بعد المشاكل اللي قاعدة تصير يعني على المواطن والضغط الاقتصادي اقتصادية مالية، خصوصا بعد المشاكل اللي جرت في الانتخابات الماضية، بعد المشاكل اللي جرت في التظاهرات، بعض المشاكل الأمنية، بعض الاستعراضات والاستنفارات العسكرية، كل هذه دواعي حقيقية لإعادة تنظيم العملية السياسية في البلد. بكل شك بلا شك بلا أدنى شك أن الناس تفهم أن كل هذه المشاكل هي جزء من تداعيات الخلاف والصراع السياسي. الآن مسؤولية القوى السياسية على تنوعها، بلا أن واحد يدعي الوطنية وذاك يدعي المدري شنو. إذا فعلا أنتم وطنيين وأنتم حريصين على المواطن وحريصين على العملية السياسية، اعطوا رسالة مطمئنة للجميع أنه أنتم فعلا تردون مخرجات مختلفة للعملية الديمقراطية والعملية الانتخابية تكون فعلا مؤدية إلى تخفيف أعباء عن الناس. هذا الاستمرار بالمناكفة والمشاكسة أمر غير نافع للعملية الانتخابية. نعم من حق أي واحد أن ينزل للانتخابات يذهب بشكل مباشر لعرض برنامجه لإيجاد فرص عمل، لحل مشكلة الكهرباء، لمعالجة قضية سعر الدولار، لمعالجة القضية الأزمة الاقتصادية، لمعالجة الأزمات الخدمية الموجودة بالبلد، لمسألة انتهاكات لسيادة الدولة وسلطة الدولة والقانون المتكررة وبأسباب وبدون أسباب وبموجبات وبدون موجبات. إذا استطعنا جميعا أن نلقي هذه الرسالة سيثق الناس، ستثق الناس مجددا بالعملية الانتخابية والعملية السياسية. وإذا فد واحد عنده جمهوره ومن حقه أن يكون عنده جمهوره ومحتفظ به جيد، ماكو مانع، هاي القوى السياسية كلها هيجي، واكو جمهور عظيم هو لا يثق بهذه القوى السياسية يريد فعلا أن اطمنه، وما يثق بالجميع بالمناسبة، لا يثق بهذا ولا يثق بذاك، ويريد فعلا تطمينات أكبر. مسؤوليتنا جميعا أن نعطي للناس هذه التطمينات. أولى هذه الرسائل المطمئنة للناس هو فعلا حرصنا على إجراء انتخابات لمرة واحدة على الأقل في موعدها اللي يقرر واللي تم الاتفاق عليه. واحدة من رسائل التطمينات اللي كنا نعطيها للناس أننا فعلا جادين في خدمته، مو جادين في ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إحنا جادين في معالجة مشكلته، مو لغرض أن ننتصر لفلان وعلان وهذا زين وذاك مو زين. إحنا مستعدين أن نعالج مشاكله بتوفير فرص العمل إليه. إحنا جادين في إذا استطعنا أن نعطي هذه الرسائل للناس بكل تأكيد ستعود ثقة الناس بالعملية السياسية. الأشخاص يتغيرون وهذا أمر طبيعي، القوى السياسية ممكن تضعف وممكن تقوى، هذا أمر طبيعي، ولكن الأمر المهم أنه فعلا لن نخلي الناس تفقد ثقتها بالنظام.